إذا طلاب ذكرنا أنه خلال عملية الفحص البول الروتيني Investigation Fresh Midstream Specimen المطلوب عينة إدرار اللي هي تكون Midstream قلنا نأخذها من منتصف مجرى الإدرار يعني أثناء عملية التبول يفضل أخذها من الإدرار اللي يقذف في منتصف عملية التبول. إيش قد حجم نحتاج؟ نحتاج من 10 إلى 20 مل كافي لإجراء هذا الاختبار In Dry VR. والعبوة طبعا جمع إدرار تكون هي معقمة، يفضل أنه ما تنفتح هذه العبوة إلى أن يكون الشخص هو مهيئ إلى عملية الجمع حتى ما تتلوث قدر الإمكان. Analysis with 2 hours of collection يجب أن يتم الفحص خلال ساعتين من عملية جمع العينة. بعدها In some cases 24 hour urine sample is also collected. في بعض الحالات يتم جمع الإدرار اللي يفرز الجسم خلال 24 ساعة أيضا. هسا نجي على أنواع العينات sample type, sampling and purpose. Random specimen, no specific time, most common taken any time of day. Purpose routine screening. هذه نسميها random، العينة عشوائية، يعني ممكن أنه نجري تحليل الإدرار في أي وقت خلال اليوم، والهدف من هذا التحليل اللي نجمع به عينة عشوائية هو روتين سكرينينج، مجرد تشيكينج أو كشف عن الحالة الصحية للجسم أو الإدرار. Morning specimen, first urine in the morning most concentrated. لأي غرض نحتاج نجمع عينة الإدرار الصباح؟ Pregnancy test and microscopic test. Morning specimen مثل ما نعرف انه الادرار بالصباح تكون العينة هي مركزة من ناحية اللون والمكونات، يكون لونها اغمق حتى تكون هي مكوناتها اكثر. لذلك يفضل اخذ هذه النوع من العينات، بالذات التحليل pregnancy test اختبار الحمل اللي هو يكون بشكل strip اللي توضع به بضع قطرات من الادرار. ليش يفضل pregnancy test انه ناخذ المورنينج سبيسيمين؟ لانه الادرار بهيش حاله راح يكون هو مركز، تراكيز المخرجات الجسم به عاليه، وبالتالي راح يكون الفحص هو اكثر دقه. ايضا نحتاج المورنينج سبيسيمين للمايكروسكوبيك تيست حتى نكشف عن المكونات المختلفه بالمايكروسكوب للادرار، لانه احيانا قسم المكونات تكون هي مخفف تراكيزها قليله، لهذا نحتاج احيانا عينة الصباح حتى اليورين اللي هي المورنينج سبيسيمين حتى نستطيع ان نكشف عن المواد اللي تكون او الاشكال اللي تتواجد اصلا بتراكيز قليلة اذا اخذنا او اجرينا الفحص نفسه على عينة اثناء اي وقت خلال اليوم. Clean catch midstream, discard first few ml, collect the rest and culture. Clean catch midstream اللي هي أخذ العينة اللي قلت لكم في منتصف عملية التبول، نتخلص من أول وضع مل بعدها نجمعها، هذه عادة أيضا تفضل culture أو زرع العينة. 24 hour all the urine passed during the day and night and next day sample is collected. Use for quantitative and qualitative analysis of substance. هذه العينة أحيانا يطلب انه يجرى هذا الاختبار او يجرى فحص الادرار لعينة ادرار يتم جمعها خلال 24 ساعة. بهيج حالة ينطون البيشنت او المريض كونتينر حجمه كبير بضع كم لتر، ويقوم بها بعدها المريض بعملية جمع الادرار ليوم كامل بهذا الكونتينر. شنو الغرض من هذا التحليل؟ الغرض من عنده حتى نقوم بتقدير الكمية والنوعية للادرار. عادة يطلب هذا النوع من التحاليل لأشخاص بعد إجراهم لعمليات جراحية. عادة يطلب هذا النوع من التحليل لأشخاص بعد إجراهم لعمليات جراحية بالجهاز البولي أو الجهاز الهضمي حتى نتأكد من أنه الأعضاء تقوم فسلجتها وعملها بشكل صحيح، لهذا نحتاج أن نقيس كمية ونوعية الإدرار بعد إجراء الجراحة. Postprandial 2 hour after meal determining glucose in diabetic morning. Postprandial اللي هو ما بعد الغذاء، ما بعد تناول الغذاء بساعتين،
يعني نجمع عينة إزرار بعد تناول غذاء بساعتين. شنو أولياء اختبار أولياء فحص نحتاج نجمع هذا النوع من العينات اللي هو فحص السكر بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري؟ لأنه مثل ما نعرف بعد تناول الغذاء راح تتحفز هرمونات وأنزيمات الجسم، سواء أنزيمات الهضيمة بالمعدة أو بالجهاز أو غدد الجسم اللي تفرز هرمون الأنسولين وغيره، اللي راح تقوم بتساعد بعمليات الهضم. لهذا راح تكون عندي هي في حالة تحفيز هذه النواتج، فأحتاج أنه أقيس نسبة السكر في الدم، لأنه الغذاء عندي انهضم متحول إلى سكريات بسيطة، أحتاج أقيس نسبة السكر في الدم، لأنه بعد ساعتين عملية الهضم هي بدأت. Suprapubic aspirate needle aspiration obtaining sterile urine، هذا النوع الأخير من عملية جمع الإدرار يتم عن طريق غرز نيدل خلال الجلد وصولا إلى المثانة فوق منطقة العانة. يتم غرز الأبرة وصولا إلى المثانة، هذه الأبرة راح تخترق المثانة وبعدها يتم سحب الإدرار. شنو السبب؟ السبب حتى نحصل على عينة إدرار نقية غير ملوثة. عادة ما يلجأ إلى هذا النوع من طريقة أخذ عينة الإدرار بسبب أنه الشخص قد يعاني من إصابة فيروسية أو بكتيرية بمجرى البول التناسلي، لأن مثل ما نعرف بأنه مجرى البول التناسلي عند الرجل هو مشترك، وعند الإناث هذه تكون منطقة الفتحة التناسلية والبولية هي جدا قريبة، مما يسبب أنه العينة الإدرار راح تتلوث بالبكتيريا أو الفيروسات في حال حدوث إصابة شديدة. فإذا أردنا نأخذ عينة معقمة مع عدم وجود أي احتمالية تلوثها بسبب مجرى البول التناسلي المشترك، نلجأ إلى أخذ العينة بهذه الطريقة. Type of examination routine urine analysis، راح نفحص عينة الإدرار من ثلاث محاور أو ثلاث فحوصات: physical والchemical والmicroscopic examination. بالphysical examination شنو راح نلاحظ؟ شنو اللي راح نسجل ملاحظات عن العينة به؟ الفوليوم، حجم العينة، الكولر، لونها، الأودر، الرائحة، الpH، الرقم الهيدروجيني، and specific gravity اللي هي الجاذبية، لأنه بعد ما تترك العينة لفترة معينة راح نلاحظ أن المكونات أو حبيبات الموجودة بها راح تترسب، راح تصير عندي كأنما مثل شلون من أخبط الطباشير ويا المي راح تترسب هذه الحبيبات صغيرة بالقعر، هذه هي الكريستال أو الكاست الموجودة باليورين راح تترسب بعد فترة بفعل الجاذبية الأرضية، فأحتاج أيضا أقيس هذه السرعة أو هذه المواد المترسبة. Chemical examination، بالفحص الكيميائي شنو راح نفحص؟ البروتين والشوغر، سكريات، الكيتون بديل، أجسام كيتونية، البيل سالت، أملاح الصفراء، وصبغات الصفراء، البيل بيجمنت. بالوقت الحاضر الكيميكال examination ممكن أنه نجري عن طريق الستريب اللي توفر الوقت والجهد. هذا التيست هو بسيط، مجرد أنه نحصل نفرغ جزء من الإدرار بالتيوب، نغمر الستريب باليورين، ننتظر لفترة معينة، بعدها راح تتلون عندي ستريب ألوان مختلفة، راح نقارن هذه الألوان مع الألوان موجودة على العلبة أو الكيت اللي راح تنطيني نتائج عن البروتينات والسكريات والأملاح والكيتون بودي والصبغات وغيرها الموجودة في عينة الإدرار، وأبدي أقارنها مع النورمال رينج. الميكروسكوبيك examination، cells، crystal، casts، microorganism and parasites. شنو راح نلقى بالفحص المجهري؟ هسه قلنا الفيزيكال والكيميكال. النوع الأخير اللي هو الميكروسكوب examination، أثناء فحص عينة الإدرار تحت المجهر شنو ممكن ألاحظ أو شنو ممكن أنه تطلع لي نتائج؟ راح ألقى cells، خلايا. مثل منو يا نوع من الخلايا؟ مثل خلايا الوايت بي سي، كريات خلايا الدم البيضاء اللي يعبر عنها عادة باسم باس سيل، خلايا القيحية. أيضا راح ألقى أيضا كريستلز أو إحنا ما نعبر عنها باسم الرمل، الكريستالات أو الأملاح المتبلورة. الكاست هي عبارة عن حبيبات متجمعة تأخذ أشكال مختلفة، راح نتعرف عليها لاحقا. مايكرو أورجانيزم، أحياء مجهرية. أيضا ممكن أنه يطلع لي بالإدرار أحياء مجهرية خاصة البكتيريا، راح تظهر عندي البكتيريا، وجود هذا يعتبر شيء غير طبيعي، لكن وجودها
هذا أيضا متوقع لأنه دليل على حدوث inflammation أو التهاب. الباراسايت أيضا الطفيليات نتوقع وجودها في الإدرار أثناء فحص العينة اللي أيضا لها دلالات مرضية. Physical and chemical examination characteristic normal وال abnormal. هسه رح نجي نتعرف على physical and chemical examination.